انطلاقا من إيمان مجلس الشورى بأهمية تعزيز الشراكة بين أعضاء مجلس الشورى وجميع فئات المجتمع، وإيمانا من المجلس في إكساب المشاركين مهارات التعرف على طبيعة العمل التشريعي، جاءت انطلاقة مؤتمر نعمل معا لتحقيق تطلعات تشريعية بنجاح مميز تحت رعاية كريمة من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، حضره أكثر من 300 مشارك من مملكة البحرين. وفي ختام المؤتمر أكد مجلس الشورى أن المؤتمر يأتي بعد مسيرة 17 عاما من انطلاق عمل السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب، وفتح آفاق جديدة لتحقيق مفهوم الشراكة والتعاون مع مختلف شرائح المجتمع، ليصل بذلك إلى أعلى مستويات الديمقراطية الحرة المسؤولة التي يؤكد عليها صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه، ومواصلة العمل بروح وطنية مخلصة ووضع الأسس والمبادئ الراسخة للتعامل مع التشريعات والقوانين وفقا لما تشهده المملكة من نماء وتطور في العديد من المجالات. كما انتهى المشاركون بأعمال المؤتمر إلى عدة توصيات هامة ودقيقة شارك في صياغتها أعضاء المجلس التشريعي جنبا إلى جنب مع المشاركين من المواطنين والحضور من داخل وخارج مملكة البحرين.